يا جودة اصحى يا جودة. لا ويابا ايه في ايه؟ ابوك يا جودة. ابوك ابويا ماله مات تاني؟ الحكومة عطيت التربة على دماغه. ليه عمل ايه وهو ميت؟ قوم يا اخويا العيلة كلها برا. عيلة مين؟ عيلتنا يا جودة. عيلتنا واحنا لينا عيلة؟ ايوه عمك سعيد وعمتك جمالات وبناته. انا عمري ما شفتهم. ما هم كانوا كل مرة قبل كده وانت مسافر. يا خرابي السلام عليكم. ابن اخويا حبيبي. حبيبك مين يا عم وانا اعرفك؟ الدنيا تلال يا اخويا. بس بقى يا اخوان في ايه؟ انت عمتي صح؟ نفس مناخير ابويا ودقن الله يرحمه. ربنا يرحمه يا اخويا. ربنا يرحمه. خير يا عمي؟ الجواب جالي من المحافظه ولك لازم تاخد التربه في الايام دي والا اللودر هيساوي العم بالتراب. اخد التربه ليه؟ هي التربه دي مش ملك؟ ملك طبعا. دي بتاعت جدي اللي هو ابو جدك. ما هي ملك هيدوها ليه؟ بيقولوا ناس كبار برضه حدها له وبيعملوها مشاريع استثماريه. ايه يعني بقى المطلوب مني انا؟ يا ابني انت راجل العيله وبنات عمك وبنات عمتك ما لهمش في المشوار ده. وانا بقى اللي راح للترب وهينزل معاك عبد صالح الترب وهيقول لك الرجاله فين والستات فين. صباح الخير يا عم صالح. صباح الخير يا جوده. ايه اللي بيحصل ده يا عم صالح؟ زمن العاده عشنا وشفنا حتى الاموات باعوهم. زمان كان الموت ليه حرمه. انما تقوليه روح يا ابو روح روح لم العيله قبل ما اللودر يخش عليهم يطحنهم في التراب. طب ممكن تقوم معايا عشان عايز ارول كل واحد لوحده في اللزق ده وانت اللي عارفه. هم قد ايه؟ ده انا طلبي برنس. شفتني قمت مع حد من اللي حواليك دول؟ لا بلد. بلد بس بشتغل بمزاجي. انما اقول لك ايه بقى يا جوده، ابوك الله يرحمه كان حبيبي وصاحبي. الله يرحمك يا مصري. وحدون لا اله الا الله كله من عذيب. ايه انت بتعمل كده ليه؟ لان كله فادي. بيت امك يا عمي. اموات بتوصل اموات. يا عم وطي صوتك الله يكرمك. ايه يا جوده اسمعني كويس. ما انا سامع. اللي علي من دي تبقى قط الرجاله. وعلى الشمال دي تبقى قط الحريم. طب وفين الحمام؟ الأموات يا جودة ما بيعزوش حمام. تعالى ورايا يا جودة. عم وطي صوتك الله يكرمك. وأنا قلت حاجة. تعالى ورايا. ورايا. وبص بعينك واستوعب. الله يرحمك يا مصري. أبراج النايل سيتي. تعال أركب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ياه ده البني آدم زي الإنسان لو مات يتوفى. ها؟ فكرين يا عم. على رأي المثل تدعي ربك يصلح الحال تلم العيلة كلها في شوال. الشوال الشوال ولا ولا ضيعت أمي يا جودة. أنا عايز أمي. أنا عليك يا أما مكتوب لك تتوه وأنت ميتة يا أما. يا إخوانا أنا عملت محضر في الاسم وإن شاء الله الحكومة هتلاقيهم. هي الحكومة بتلاقي الأحياء عشان تلاقي الأموات. الله يخيبك يا جودة تضيع عيلة بحالها. الشارع. بالبلدي هتعملوا ايه؟ بالبلدي هندي كل مواطن مصري عنده 21 سنه او اكتر محفظه ماليه اللي سميناها الصك هيتملك من خلالها اسهم في عده شركات مملوكه الان
سامعين يا اخوانا؟ سامع كمان؟ الحكومه هتدينا 86 شركه من شركات القطاع العام. العب يا عم. بصراحه بقى مش مصدق الحكومه دي. عم يا الحداد بتحدف يا عم الحداد شبعت من الكتاكيت. زهقت من الكتاكيت. ايه يا اخوانا؟ ليه بنشكك في كل حاجه كده؟ انا كنت عارف ان هم حاسين بينا. مش هيسيبونا ناكل في بعضنا ونبيع لحمنا ودمنا وشرفنا. يا عم انت بقى كفايه عبط بقى. سيب الكلام ده للرجاله والاستاذك. دول يا عم بيشتغلونا ده اكيد فخ ومعمول لنا ده عم كفايه سواد بقى واحباط بقى حرام عليك انت ايه يا اخي الحكومه سهرانه الليل عشان مشاكلنا ما بيناموش عشان احنا ننام عمرك دخلت اسم لقيته قافل عمرك مشيت في الشارع بالليل ما لقيتش لجنه ووقفوك وفتشوك وطمنوك اصل انت يا ابني لا اتغربت ولا دقت الذل والمهانه طب روح هايص هايص بعلوم طب لهم يا جود روح طبن ما انت سطح ومندفع وهاوس ماشي بالروح بالدم بفيك يا وزير ما تقولوا يا بهايم قاعدين كده ليه؟ قوموا افرحوا هللوا من بكره هنبقى بشوات هنبقى بهوات قوم يا دكتور هو قولوا بالروح بالدم هنشجع الاستثمار قاعدين كده ليه يا بهايم ما تقوموا يسلم مخك يا وزير يسلم مخك يا وزير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استلمت الصك؟ إن شاء الله طيب ممكن أعرف هتعمل إيه بالصك ده؟ هعمل حاجات كتير قوي الصك ده جيب في وقته وأنا بجهز بنتين وربنا يعيننا عليه وما بيع الصك وجهزهم وبالباقي هستري شلب بلطيب هكذا أعزائي المشاهدين تتحقق الأحلام مع الحلول السحرية الجريئة التي أقدمت عليها الحكومة الشابة الوعدة أنا عايز أقول حاجة بقى للحكومة بالمناسبة دي الحكومة بقى اللي تسكسك شعبها كده وتقفشه وتنعنشه وتروشه تستاهل تقول الشغل كده بقى فعلا حسسونا إن البلد دي بلدنا وحسسونا بالانتماء وعايز الحكومة بقى تساعدني وتدور معايا على وفاء يا وفاء يا وفاء أنا جودة يا وفاء يا واد يا مصري أنا أبوك أنا جيت أنا طلعنا في التلفزيون يا ألف نهار أبيض ألف مبروك ده أنا قلت ولا يما خد خد يا حبيبي صكي ربنا يبارك لك فيه معقولة يما تديني صكي كده شراح ده أنا أديك عمري بحاله خد أخويا صكي بتاع هنا كمان أنت كمان يا أماني معقولة نعم يا أختي وهو تسك مراتي هي نهيبة خدي يا أماني خليه معاكي هتحتاجيه واحنا مش لينا في سك انشراح ليه يا أخويا يا ماتت ما قدامك اهي انت امك لسه عايشة يالا ربنا يديها الصحة طب ما تخليك في سك امك